يعني فرصة سعيدة وكنحس فيها أنا شخصيا كنحس فيها بالفخر لهذا الشباب اللي الحمد لله اللي عندنا من أصل ال 14 تلميذ وشاب طالب في امتحانات البكالوريا هذه المؤسسة هذه الاجتماعية اللي من أصل 14 نجحوا لنا 11 الدورة الأولى وثلاثة بقاو لنا الدورة الاستدراكية يعني نقدروا نقولوا بأننا هذه السنة هذه النتائج البكالوريا غادي تكون سابقة هذه المؤسسة هذه اللي غادي يكون فيها عندنا فيها النجاح 100% بحول الله وهذا هذه النتائج هي مشرفة لهذا الشباب كانوا معدلات ممتازة بميزات جيدة اللي غادي يدخلوا لمرحلة أخرى وحنا هادو وليداتنا ماشي أننا بمجرد الحصول على البكالوريا غادي نقطع معاهم التواصل وغادي نقطع معاهم المواكبة ديالهم وكذا كتبقى لا المؤسسة ولا المندوبية ديال التعاون الوطني كتحس بأن هاد الوليدات هادو راهم وليداتنا يعني كنبقاو راه الاشاره لهم لا في التوجيه ديالهم لا في تيسير واحد المجموعه ديال الامور المستقبليه اللي ممكن انها تعترضهم في الدراسه العليا الدراسه الجامعيه سواء لا في الجامعات ولا في المعاهد المختصه هذه المناسبه هذه الجمعيه مشكوره على التفكير في هذه الحفله اللي هي رمزيه فقط كتستاهلوا اكثر وكيستاهلوا هاد الوليدات اكثر وكيستاهلها الطاقم التربوي العامل في هذه المؤسسة أكثر كما قلت لهم ملي شفتهم جايبين الحلوى قلت لهم في الحقيقة الحلوى تانتوما خصكم الحلوى كطاقم تربوي لأن علاش؟ لأن المجهود كان متكامل لا جمعية لا إدارة لا طاقم إداري إلى غير ذلك وهذه المناسبة هذه مناسبة ديال أننا باش نشاركوا لكم الوليدات اللي حاصلوا على البكالوريا الفرحة ديالهم وكذلك نتأهبوا الوليدات ديالنا البنيتات والوليدات ديالنا القادمين في هذه المؤسسة اللي رحنا كنتشجعوا فيهم كنوجدوا لهم المخيم الصيفي ديالهم اللي في الطريق إذن هذه كتدخل في الأنشطة ديال هذه المؤسسة وهذا الجانب هذا وهذه النتائج كنظن وصلناش لها عبثا تضاعفوا الجهود ديال واحد مجموعة المتدخلين على رأسهم السيد عامل ديال الإقليم مشكور اللي شفتوه أعطى العناية التامة لكم أعطى العناية التامة لهاد الشباب ديال هاد المؤسسات وأنتم دابا برهنتوا وقلتوا لنا وبلغتوا السيد العامل بأن المجهود ديالكم ما مشاش عبثا احنا جبنا لكم النتائج الجيدة إذا هاد العمل هذا هو مفخرة للجميع وكنظن بان على صعيد المؤسسات اللي عندنا كاملين في الاقليم عندنا 12 مؤسسة اللي فيها الوليدات ديال البكالوريا اللي فيها سلك الثانوي كنظن غادي نتجاوزوا ما يقارب واحد 83 84% ديال النجاح غدا في الصباح نضبط النسبه المئويه وكنظن غادي تكون اول سنه تسجلت عندنا هذه النتائج هذه على مستوى البكالوريا اول سنه تسجلت عندنا هذه النتائج هذه وهذا دليل قاطع على المجهود الذي بذل في هذه المؤسسات على رأسهم المجهودات كما قلت ديال السيد العامل واللي ركز المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كلها في اهتمام هاد الشباب وهاد الفئات وهاد الاجيال الصاعده وكنقدموا ليه الشكر الجزيل وانتم برهنتوا على انكم شباب ناضج شباب واعي وعبرتوا على المستوى ديالكم وكنتوا قد المسؤوليه اللي تعطات لكم الله يوفقكم وامسيه سعيده ونتمنى لكم التوفيق وكتبقى لا المؤسسه الابوه المؤسسه ولا المندوبيه ديال التعاون الوطني لا الاشاره ديالكم في اي مبادره وفي اي عرقله شفتوها في المسار الدراسي ديالكم حنا مستعدين باش نواكبكم لان كنعتبركم وليداتنا ما يمكنش نوصلوا لوليدات كما كيقولوا تكبر واحد الوليد ومن بعد تخلى عليه ثم وليداتنا حتى اب ما كيتخلى على وليداته وهذه المؤسسه هي الاب هي الام ديالكم
راه راه الاشاره ديالكم حنا كنبقاو غير اشاراتكم والله يوفقكم امسيه سعيده. جابوا معنا وخا كنزعفوا عليهم وخا كنخليهم شي ينعسوا في الوقت ما، ولكن الحمد لله جاوبوا معنا وكانت النتيجه الحمد لله جد ايجابيه. سمعوا التوجيهات ديال السيد العام المشكور اللي كان جا في الزيارات ديالو، جوج زيارات، قال لهم نبغي النتائج تكون زوينه في التالي ديال العام، والحمد لله. يعني الشكر موصول للسيد العام، شكر موصول للسيد المندوب حتى هو الحضور الدائم ديالو هنا والمواكبه ديالو، كيسول صباح مساء اشنو خاصهم اشنو يجيب لهم. الحمد لله دفرت الجهود والنتائج كانت مشرفه، ومازال ان شاء الله طالحين في الدوره الاستدراكيه يمكن نجيبوها 100% بحول الله تعالى. وشكرا للجميع وبالصحه والعافيه وسيدي